السلام عليكم خواتي، السلام عليكم خياتي، تحياتي لكم، ان شاء الله راكم بخير. اليوم خواتي العزاز كما وعدتكم انا احنا ولينا ندير فيديو نهار بنهار، معناتها ولا ما درتش تسمى دير في بالكم بلي يومين نقدر ندير فيديو باسكو راني بعت بزاف هاد النهارات ما رانيش نحط، وكاين بزاف الاسئله منهم بعض الاسئله اللي شاريتهم البارح، وراني ندير لايفات بعض اللايفات باش الناس نبقى دائما في تواصل معها. المهم خواتي العزاز سألتوني بزاف هنا في فرنسا على اللغة، قلت لي كي نجيو لفرنسا اللغة كيفاش، ما نعرفوش نحضروا كيفاش حتى ناخذ امورنا، كيفاش نديروا هذه كيفاش هذه. المهم خاوتي الاعزاء انا قلت اليوم نعطيكم واحد المعلومات مليحة اللي تساعدكم بزاف بزاف على اللغة هنا في فرنسا خاوتي الاعزاء. خاوتي الاعزاء ما تنساوش برك في اخر الفيديو اللي شاف الفيديو ولا يدير لنا لايك ويدير لنا تعليق، برك الله يحفظكم. بو خاوتي العزاز، الانسان كيجي لهنايا يقول لك انايا عندي مشكله كيفاش نلقى خدمه، كيفاش نهضر مع الناس، سورتو الا كان عندك ميتي حرفه كيما قلت لكم في فيديو سابق، كيفاش نكون عندي كونتاكت مع الغاشي، كيفاش ندير. المهم خاوتي العزاز، الانسان كيجي لهنايا، انا راني ندير لكم هادو الفيديوهات تما نحكي معكم نورمال، شويه نحكي مع صاحبي ولا مع خويا ولا مع اختي بلا هادوك الحاجات اللي ما تقدرش تفهمها ولا. المهم خاوتي العزاز، انسان جا جديد، الحاجة اللي تخليه يتقن اللغة الفرنسية هو ما يبقاش نهار كامل يهضر بالعربية، خاطش علاش كاين بعض البلايص هنا مثلا في مارسي باري شوية، مارسي ما تسمعش كاع فرونسي، تسمع غير عربية الخباطة نهار كامل وانت مع العربية، تسمى إذا حبيت تعرف تولي تعرف تهضر اللغة تاعهم خصك وشنو، خصك خاوتي العزاز تبعد شوية على الناس اللي تهضر العربية، أون بليس تولي تمشي لي ماغازا وما عندهم حاجه مليحه هنا الاوروبيين اللي تعجبني بزاف بزاف، هو ما تعرفش تهضر لغته بصح يقول لك انت كمام راك تحوس تهضر لغتي، انا لغتك ما نعرفهاش، هذه حاجه مليحه عند الاوروبيين الصراحه، هما ما يتخلقوش منك ما تعرفش كلمه زوج 10، هما يلو كان يجبد لك ورقه وستيلو ويحكي معك، هو مهم ما عندوش مشكل، هو ما عنده الوقت، ماشي كيما حنا كبرنا بالقلق تربينا بالقلق ما عندناش الوقت باش نخلو انسان يفهمنا ولا، وما عندهم هذا الامر عادي جدا، يبقى يفهم فيك بشويه، انت اليوم تحفظ كلمه غدوه كلمه غير غدوه كلمه راك بديت تهضر. كاين واحد الحاجه واحده اخرى، كاين بزاف فينا اللي التليفونات تاعهم دايرينهم بالعربيه، حاجه مليحه هنا كي تجي لاوروبا دير اللغه تاعك في التليفون ديرها اون فرونسي، علاش حنا جزائريين مغاربه توانسه تسمى اللغه الثانيه تاعنا حنا نهضروا غير فرونسي، تسمى على حسب البلدان تاعنا شمال افريقيا البلاس كامل يهضروا فرونسي، تسمى تجيك سهله شويه ماشي صعيبه بزاف. كاينين هنايا ثاني جمعيات يقروا اللغه، يقروك اللغه ماغري هي سهله خاوتي العزاز، مع الوقت يهضرها نورمال ماشي مشكل، يقروك هنايا كاين ناس تقريكم فرونسي تعلمها من الاول. شوفوا خاوتي باش نهنيكم، هنا اللغه الفرنسيه عمرها ما كانت مشكل، وشنو لازم تتعلمها على جال من القدام، يكونوا عندك اوراق يكونوا عندك دي رونديفو، لازم اللغه سيرتو هنا كي تزوج ولا باش ترفد لاكارت ولا يدومونديولك ديبلوم ا ولا ديبلوم بي الله اعلم، المهم يدومونديهولك هذا كيفاش تجوزو، لازم تقرا فرنسي، لازم تكون تعرف شويه اللغه الفرنسيه، هذه حاجه مليحه بزاف بزاف، تسمى حاجه مليحه انك تدخل تقراها. اللي ما يحبش يقراها ولا كاين بعض الناس الغربه ماشي دايرينها اوراق دايرينها دراهم، الصراحه كاين فينا بزاف ناس كيقول له زعما الغربه يقول لك انا غربه ديرها دراهم يهمنيش، بصح خاوتي ما تغلطش اللغه لازم تعلمها، وهي ماشي سهله ماشي صعيبه استغفر الله، تعلمها عادي مع الوقت تعلمها، عام سكايل يرفدها رابيد. شوفوا اي لغه ما ديرهاش مشكل، باسكو كاين فينا اللي حابين يجوا ويقول لك انا ما نجيش علاش ما نعرفش اللغه واني خايف منها، صح هي امبورطون بصح سهله ماشي لاش ماشي صعيبه، مو شنو بعد شويه على الناس تاعك ودخل لي ماغازا، اليوم تعلم كلمه غدوه كلمه غير غدوه كلمه، من بعد تلقى روحك تهضر اللغه باتقان، حاجه سهله جدا خوتي. بالنسبه للناس يسالوني على لي سيت لي يكرو فيهم هنا في فرنسا، كاين سيت جينكا، كاين سيت تاع لو بون كوان، كاين سيت ماركت بلاس، ردوا بالكم شويه منو، كاين بزاف 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 لي سيت هنايا، كتب غير على جوجل بكتب غير مواقع الكراء الساكن في فرنسا يخرجوا لك بزاف لي سيت، وهذوك لي سيت تعمر فيهم معلومات تاعك
راك تعرف يولي يقولوا لك زعما هكاينه هذه وانت تختار الحاجه اللي عجبتك. هذه بالنسبه للناس اللي عندها الاوراق. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الاوراق كاين لو بونكوا، كاين ماركت بلاس، تقدر تلقى انسان يكري لك تما حاجه سهله، ماشي زعما ساهل ساكن، زعما السيت ساهل ماشي صعيب. هادو امور ملاح بزاف انسان يدخل فيهم شويه، لكن باش تدخل لهذا السيت لازم لك باللغه الفرنسيه. علاش هذه؟ قلت لك تعلم اللغه، ما عم تكون في البلاد ولا تكون في البلاد سي دير دي كونتاكت، سي شوف حاجه اون فرونسي. على بالي راح يجوني بعض العلماء دوك يبداو يقولوا لي اللغه الفرنسيه واستعمار وحكايات، هذيك حاجه واحده اخرى. وتعلم اللغه حاجه مليح انسان يتعلم لغات، اي لغه في العالم تكون حاجه مليح باش تعرف الشر يكون جاي. هذه حاجه مليحه انا ننصحكم بها، تعلم من اللغه، دير حرفه قبل ما تجي، ماشي تصدم غير هكذاك برك، ماشي غير هكذاك تصدم برك، دير ميتي باش كي تجي هنا ما تسوفريش، كي تجي هنا تعيش بقدرك، ما كاينش ليا كلك دراهمك ولا تخدم عندك حرفه. هو يبقى شايد فيك، ماشي تبقى شايد فيه، هو يبقى شايد فيك. إذا شافك صح صنايعي وعندك الحرفة وتكون تهضر مليح وكذا، هو يبقى شهيد فيك. أنت تحب تهرب له هو يبقى شهيد فيك. علاش تجيك دي بروبوزيسيون مع الناس واحد أخرين؟ أنا نخلصك كبر وخدم عندي. هذه راهم الناس هنا بزاف صرات لهم لهنا في فرنسا. نحكي على فرنسا، بما أني أنا في فرنسا نحكيكم على فرنسا. هي على كل حال كامل في أوروبا الحرفة مليح، وتعلم اللغة. ما مراك في البلاد داك جاي خطر على خطره لا قدرت تتعلم اللغه في كاش ايكول ولا امشي تعلم اللغه. ما قال لي اللغه الفرنسيه ماشي صعيبه بزاف، سيرتو تحتاج غير كومينيكاسيون، تحتاج غير مع الناس خدم شحال هادي ولا كيفاش نخدم ولا هادي. المهم انك قدام تحتاجها، سيرتو كي تجي دير الاوراق تاعك تحتاجها. مثلا يعيطوا لك يقول لك جبنا ديبلوم، وتكون ساهل تكون حفظتها من قبل تعلمت لها، ماشي تجي هنا ما تعرفش مين با كلمه. هذه الامور اللي انا نقول لك، باسكو انا عند شخصيا نعرف ناس اللي هنا عندهم 9 سنين 10 سنين والله ما يهضرها فرنسي، صح خدام لا باس منه بصح كي تلحق الاوراق ولا الجنسيه ولا دوموندي كاش حاجه، سي اللغه سي اوبليغاتوار تكون تتقن اللغه الفرنسيه ولا لغه تاع اي دوله. بالنسبه للفرنسيه احنا سهله لينا، احنا جزائريين سهله لينا، جزائريين وغاربه توانسه سهله لينا اللغه الفرنسيه. هذه هي عندك حرفه تاعك وتعلم تهضر شويه حتى تكون ما تعرفش تهضر. كي تجي هنا لو كان طبق واش قلت لك تريد تهضر فرنسيه عادي جدا، ما عندك حتى بروبليم. هذه يا خاوتي الاعزاز فيديو هذا يا خاوتي، ما تنساوش برك لايك خاوتي الاعزاز، لايك هو اللي طلع لنا اللايف الفيديوهات عفوا، وما تنساوش كومونتير اي حاجه عندكم، اي استفسار ولا انسان عنده اي حاجه يخلي لي غير كومونتير برك وندير له فيديو ان شاء الله، وراني ندير لايفات اللي يحب يجي مرحبا بها. السلام عليكم خاوتي.